السفر هو كتاب، وربما كان درجا يعني لفة من لفات البرد مكتوبة من أمام ومن وراء، يعني كلام كتير مكتوب فيه، وكان مختوما بختوم سبعة يرمز إلى السرية الكبيرة وعدم معرفة أحد له. أنا عايز في الحقيقة النهاردة أكلمكم عن هذه الختوم، الختوم السبعة. الأمر الذي رآه يوحنا أن هناك سفر ولا أحد يقرأ ولا أحد يفهم ولا أحد يعرف، لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض، الجهل يلف الجميع، لدرجة أن يوحنا بكى من الحالة السيئة التي وصلت إليها الخليقة في عدم الفهم وعدم المعرفة. ختوم سبعة، عندما خلق الله الإنسان خلقه على صورته ومثاله، فكان يعرف وكان يفهم، وكان إدراك آدم وحواء إدراكا واسعا جدا وعميقا. ومع عمق المعرفة عند آدم وحواء كانت هناك بساطة وعدم تعقيد، ولكن البشرية عندما التمست معرفة عن طريق الحية، وعندما جلست حواء لتستشير الحية أو على الأقل تقبل مشورتها، وعندما نفذ البشر مشورة الشيطان وأكلوا من شجرة المعرفة وقعوا في الجهل. عندما أكل الإنسان من شجرة المعرفة وقع في الجهل، لأنه كان يعرف الخير فقط، والشجرة كانت معرفة الخير والشر. فلما عرف الإنسان الشر، معرفة الشر غطت على معرفة الخير وأوجدت ضبابا كثيفا أعمى بصيرة الإنسان الروحية، فصار جاهلا. ما هي هذه الختوم السبعة التي كانت على السفر الذي رآه يوحنا؟ ما هي هذه الختوم السبعة؟ عدد سبعة يرمز إلى الكمال، والختوم ترمز إلى السرية. ربما نقول إن سبعة ختوم معناها كمال السرية، يعني سرية كاملة، مفيش حد عارف، مفيش حد عارف يفصل. ولكن ممكن أن نأخذ الختوم السبعة بوجه عام على البشرية من النقط الآتية. ختم منهم هو ختم الجهل، الجهل قصور العقل، العقل غير القادر على الفهم ولا الإدراك ولا الاستنتاج ولا المعرفة ولا التفسير، قصور في الذكاء. البشرية لم يعد عقلها كاملا كما كان من قبل، يوجد قصور في العقل لا يستطيع أن يدرك، جايز في عدم فهم أو جايز يوجد فهم خاطئ، فهم خاطئ أو فهم منحرف أو فهم سيء، زي الإنسان اللي عنده سوء ظن، بيفهم لكن بيفهم بسوء ظن. جايز يكون الختم من هذه الختوم هو الجهل، زي ما بيقول الكتاب قال الجاهل في قلبه ليس إله، وبيقول إن الله متغاضيا عن أزمنة الجهل. ولما بنتكلم عن خطايا الناس في القداس بنقول، بيقول الكاهن عن خطاياي وجهالات شعبك، جهالات، نحن لا نعرف أشياء كثيرة، عقلنا قاصر عن الفهم والإدراك. جايز من الختوم الأخرى التي ختم بها على الإنسان الجسد والمادة، الجسد والمادة اللذان وضعت الروح فيهما. لو كانت الروح مجرد روح كانت تفهم أكثر، لكن كون الروح مغلفة بالجسد، مغلفة بالمادة دي، بتعمل ضباب على فهم الروح، ما بتفهمش كتير. الروح مقيدة محبوسة في الجسد، ولذلك بولس الرسول عندما تذكر هذا الأمر قال الآن أعرف بعض المعرفة، بعض المعرفة لسه فيه ختوم، ختوم موجودة، لكن حينئذ لما يخلع هذا الجسد، عندما يلبس جسدا روحانيا، عندما يخلع الفاسد ويلبس عدم فساد
ويخلع الجسد الأرضي ويلبس جسد سماوي نوراني روحاني، حينئذ يعرف أكثر. قال سنراه وجها لوجه، هنعرف أكثر، لأن في ختم من الختوم التي عندنا هي ختم الجهل وقصور العقل، والختم الثاني كون الإنسان حبيسا في الجسد، حبيسا في المادة، الروح غير منطلقة، والحواس التي يعرف بها الإنسان حواس جسدانية أرضية بترى المنظورات والمرئيات فقط ولا ترى أكثر، ففي ختم موجود عليه. في ختم أكثر من كده هو ختم المحدودية. الإنسان محدود، محدود في معرفته، محدود في عقله، محدود في تفكيره، محدود في روحه، محدود في قدراته وإمكانياته، ما يقدرش يعرف كل حاجة، هو إنسان محدود. في ختم من الختوم السبعة جاسم عليه إنه شخص محدود. يبقى ختم الجهل، وختم المادة والجسد، وختم المحدودية. في ختم آخر بيختم على الإنسان ويبعد معرفته، اللي هو البعد عن الله. كلما نقرب من الله كلما نستنير، كلما نعرف، كلما يشرق علينا بمعرفته ويكشف لنا ويعطينا أن نعرف. لكن بعدنا عن الله بيوجد ختم جديد بتختم به جهالتنا، لأن احنا ما نعرفش. لما تبعد عن الله والله نور، هتبعد عن النور وتعيش في الظلمة. لما تبعد عن الله هتبعد عن مصدر المعرفة فتصير جاهلا. جايز يكون غضب الله، لأن لما الله يغضب على إنسان يتركه في جهله، جايز الجهل ضربة من الضربات الموجودة. لأن ربنا في سفر في رسالة إلى روميا بيقول بولس الرسول عن الخطاه الذين عاشوا في الخطية، إن الله تركهم إلى ذهن مرفوض، تركهم إلى ذهن مرفوض. يعني ذهن مرفوض؟ يعني ذهن ترفض النعمة أن تعمل فيه، في حال التخلي من عمل النعمة وتخلي من عمل الروح، ذهن مرفوض. فبقى ختم من الأختام الموجودة. جايز من الأختام الموجودة على الإنسان التي لا تعطيه فهما ولا معرفة المشغولية والنسيان والشهوة. الإنسان مشغول غير متفرغ للمعرفة، مش فاضي يعرف، مش فاضي يتأمل، مش فاضي يتفهم، مش فاضي يتعمق. جايز النسيان إن عرف حاجة ربما بينساها. جايز الشهوة ختم من الأختام التي تجعل الإنسان لا يفكر إلا بطريقة لذته الخاصة، ولا يفكر بطريقة سليمة، تقوده اللذة، تقوده الشهوة، فتبعده عن الفهم فيصير جاهلا. جايز من الأختام التي تضعف معرفتنا التقاليد الموجودة، البيئة، الرواسب التي نأخذها من خبراتنا الخاصة وخبرات الناس، المشورة الخاطئة التي نأخذها من المجتمع، كل دي بتعمل ختوم علينا، بتخلي مفيش معرفة. المهم إن في ختوم سبعة مختوم بها على الإنسان فلا يعرف. منذ آدم، منذ شجرة المعرفة، وهذه الختوم موجودة إلى يومنا هذا. حتى إن الكتاب بيقول وعلى فهمك لا تعتمد، لأن في ختوم سبعة موجودة. لما يوحنا رأى هذه الختوم ورأى الإنسان قاصرا لا يعرف، قاصرا لا يفهم، قاصرا لا يعرف أن يفك الختوم التي على السفر، بكى يوحنا. في الحقيقة يا إخوتي يجب أن نعترف بأننا لا نفهم ولا نعرف، ونعترف بأن هناك ختوما على أفكارنا وعلى قلوبنا وعلى أرواحنا. هناك كثير من أسرار الروح لا نعرفها، هناك كثير من أسرار الروح لا نعرفها.
هناك كثير من أسرار الكتاب المقدس لا نعرفها، لدرجة أن داود النبي يقول اكشف عن عيني لأرى عجائب من شريعتك. اكشف عن عيني، حاجات كتير احنا مش شايفينها. هناك أسرار بالنسبة للعالم الروحاني لا نعرفها، بالنسبة للملائكة، بالنسبة للقوات السمائية، بالنسبة للسماء، بالنسبة للأرواح لا نعرفها. علينا ختوم. العالم الذي يباهي بمعرفته يسير في أعماق كبيرة من الجهل. الكتاب المقدس في أسرار ما نعرفهاش، لم نصل بعد إلى التأمل الكامل في الكتاب، لم نصل إلى العمق الكبير في الكتاب. ده في إنسان يأخذ آية واحدة ويتأمل فيها مددا طويلة بالساعات، لأن بيصل إلى أعماق الآية، لكن إحنا لسه ما عندناش هذه الأعماق. ما زالت أسرار تحيط بالنبوات بالرموز في الكتاب المقدس لا نعرفها. سفر الرؤيا ما يزال سفرا مختوما، لا بسبع ختوم فقط، ربما بعشر ختوم. مين بيفهمه ده؟ لغاية دلوقتي كلمة الوحش 666 محدش عارفها. وتتابع كثير من الآباء ومن العلماء ومن القديسين ومحدش قال عليها حاجة. أسرار مختومة بختوم محدش عارفها أبدا، في النبوات، في الرموز، في الروحيات أيضا لم نصل إلى أعماقها، في الرسالة الخاصة بنا. لما أنت تقرأ الكتاب وتشوف ما هي الرسالة التي تحتاج إليه برضو مش عارف. مختومة بختوم سبعة. في أسرار بالنسبة للكون ما تزال في ختوم سبعة. أسرار الكون العلماء بيحاولوا يعرفوا، ولكن الكون ملفوف في أسرار. الطبيعة فيها أسرار لغاية دلوقتي لا نعرفها. هناك أسرار في الأحداث التي تمر بنا لم نصل إلى معرفتها حتى الآن. تحدث حادثة من الحوادث وإحنا مش عارفين ربنا يقصد بها إيه، مش عارفين إيه اللي وراها. طب خدوا مثلا حادثة زي ظهور العذراء، ماذا وراء هذه الحادثة؟ لا نعرف. في ختوم موجودة، لازم نعترف بأننا نجهل وأشياء كثيرة لا نعرفها. النفس البشرية لغاية دلوقتي فيها أعماق كثيرة لم نعرفها بعد. طلع علم اسمه علم النفس، وكثرت الكتب والبحوث الخاصة به بشكل عجيب، لدرجة أن صار له أساتذة متخصصون في كثير من الفروع يبحثون في النفس البشرية، ووجد أطباء نفسانيون. وما تزال النفس البشرية ملفوفة بسبعة ختوم، قد نفض ختما منها أو اثنين وتبقى النفس كما هي. نحن لم نعرف أنفسنا بعد. إرادة الله في حياتنا ما تزال أحيانا مختومة بختوم. ويأتي الإنسان ويسأل ماذا يريد الله مني، ما هي إرادة الله في حياتي، ملفوفة بختوم، ختوم سبعة. حتى إن داود يصلي، داود النبي الراجل الروحاني العميق الجبار، يقول عرفني يا رب طرقك، عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك. مش عارف، يطلب أن يكشف له الله إرادته، ملفوف بسبعة ختوم. إذا كانت هذه الأمور كلها مغلفة بختوم كثيرة، فكم بالأولى أسرار المجيء الثاني، أسرار المجيء الثاني ونهاية هذا العالم، مختومة بختوم سبعة، مختومة بختوم سبعة. ده المسيح قال ولا ملائكة السماء ولا الابن، مين يعرف تلك الساعة وذلك اليوم؟ مختومة بختوم سبعة. لكن لعله من الآيات الجميلة التي تدل على أن الابن يعرف تلك الساعة تماما هذه الآية في الإصحاح الخامس من سفر الرؤيا، بيقول لقيت السفر بتاع نهاية العالم مختوم بسبعة ختوم،
ولم يوجد أحد لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض كان مستحقا أن يعرف. وبكى يوحنا، فأتاه واحد من الشيوخ وقال له: لا تبكي، هو ذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا، أصل داود، ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة. إذن المسيح هو الوحيد اللي قادر يفتح السفر ويفك ختومه السبعة، إذن يعرف نهاية العالم ويعرف تلك الساعة. الختوم المحيطة بالإنسان أراد الله أن يفكها، أرسل الرعاة والآباء والمرشدين والقادة الروحانيين لكي يفكوا بعضا من الختوم التي تصادف الإنسان في مشاكله، ففكوا بعضها وما تزال كثير من الختوم قائمة. ده في علماء ظهروا عشان يفكوا أسرار الكتاب، وبرضو ما تزال هناك ختوم. وبعدين بيقول الكتاب إن يوحنا بكى عندما لم يجد أحدا مستحقا أن يفتح الختوم. في الواقع يا إخوتي، إنني تأثرت كثيرا عندما قرأت أن يوحنا بكى. يوحنا الحبيب، حبيب المسيح، يبكي. هذا الرسول العظيم الذي رأى المسيح وأحبه واتكأ على صدره ووقف عند صليبه وأتمن على أمه، وهو الوحيد من الرسل الاثني عشر الذي لم يسمح المسيح أن يقتل بواسطة الأشرار. هذا الرجل المفتوح العينين الذي ائتمنه المسيح على الرؤية وعلى الرسائل السبع يقف ليبكي. وأين يبكي؟ يبكي وهو ينظر السماء وعرش الله والأربعة الحيوانات غير المتجسدين والأربعة والعشرين قسيسا يحملون جاماتهم الذهبية ويقفون حول العرش ويبكي. منظر مؤثر وعجيب. يبكي من أجل أي شيء؟ من أجلنا نحن، من أجل البشرية التي لم توجد مستحقة أن تفتح السفر أو أن تفك ختوم. يبكي من أجل الجهل الذي وصلت إليه البشرية. هو نفسه لم يكن يعرف. مش بس هو نفسه، ده حتى دانيال النبي أيضا عندما كشف له الله بعض من أخبار المجيء الثاني ونهاية العالم لم يعرف، فأرسل له الملاك لكي يفهمه، وبعد أن فهمه قال: وكنت أنا مسبخا على الأرض ولا فاهم. مش فاهم حاجة. بكى يوحنا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر أو يفك رموزه. هذا عدم الاستحقاق هو الذي سأجعله موضوع تأملاتنا الروحية في هذه الليلة.